طبعا خاصة ان النادي الاهلي سموجيني. القوام الرئيسي للمنتخبات الناشئين والشباب بيكونوا من لاعبي النادي الاهلي. وهو كان بيتكلم عن القياسات واهميتها في بدايه الموسم. عندنا برضو بعض الفيديوهات لمستر بروكيتش والاجهزه الطبيه وهم بيعملوا قياسات في بدايه الموسم واهميتها. هنعرضها دلوقتي الفيديوهات دلوقتي. V podstatě to video vzniklo proto, abychom i komisi pro plánování a abychom vlastně i panu prezidentovi ukázali, že investice klubu do hráčů musí být pod kontrolou. الهدف الاسمى والهدف المهم من الفيديو اللي احنا عملناه ده بخصوص القياسات ان احنا كنا عايزين نوري كابتن الخطيب ولجنه التخطيط ان الاساس ان الاستثمار النادي الاهلي في 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 في, في قطاع الناشئين ده مهم جدا ولازم الاستثمار ده يكون تحت الكنترول بتاعنا، فيكون تحت الكنترول بتاعنا عن طريق معلومات عن اللعيبه ان احنا نعمل لها تستات ويكون عندنا معلومات عن كل لاعب. احنا شايفين دلوقتي بدايه القياسات يعني كل حاجه دلوقتي بقت باسلوب علمي وكل لعيب ليه فايل من بدايه الموسم. Přesně tak. Jako já si myslím, že tohle je evidentní, protože pokud klub investuje do mládeže, investuje do své budoucnosti. A naše zodpovědnost je držet jako tu investici pod kontrolou. A to je potřeba pomocí dat a faktů. طبعا ده حاجة مهمة ان النادي الاهلي بيستثمر كتير في قطاع الناشئين والواجب بتاعنا احنا في قطاع الناشئين ان احنا نحمي استثمارات النادي الاهلي في القطاع والحماية دي هتنتج عن طريق داتا عن اللعيبة وقياسات عن اللعيبة ومعلومات عنها بحيث ان اللعيب ده هو المنتج اللي هيرجع استثمار النادي الاهلي في القطاع. نموش ترينوات تيم سنموش زلبشوات تيم سنموش زهرنوتيت انفستيت. وحاجه مهمه عايز اقولها ان اللعيب لما يتصاب ما بيتمرنش ولما ما بيتمرنش ما بيلعبش وده بيأثر بعد كده على استثمار النادي فيه ماديا. يدينا تستا يك بتتخازي زرانيني يا بريفنسي انفورماسي او هراتشيخ ا نا يدنو هودينو فوتبولوفيو ترينينغو كومبنزاتشيني ترينينغ زاديسكا نستافيني تيلا ا سبرافني بريستوب تومو تيلو. والحاجه المهمه عشان ده ما يحصلش ان احنا نخسر استثمارات النادي الاهلي في القطاع ان احنا يكون عندنا داتا وعن اللعيبه ومعلومات عن اللعيبه ونعمل لها تستات وان احنا برضو يعني نحمي المعلومات دي ونرجع استثمار النادي.